العقود اللي بيننا وبينهم بتقول ان احنا هننفذ المباني نشطبها، وانا بفكر كمان ان احنا نستغل. مختار انت معايا؟ ايه انت مش هنا خالص. سوري انا سرحت. كملي. طب انا كنت عايزه اسالك حاجه كده، انا كنت عايزه اخد مراد ونسافر حته عشان يعني يغير جو. تفتكر يحب يروح فين مثلا؟ مكان فيه بحر ولا جرينري اكتر؟ بيتهيألي لو انتي هتسافري مع مراد مش هتفرق كتير انتوا هتروحوا فين، لانه طول ما هو معاكي هو مبسوط. مختار انت شايف ان مراد كتير عليا؟ اكيد لا، بالعكس. من غير مجاملة تقول يعني مراد والشركات دي كلها والمال ده كله يحبني؟ ما اظنش الراجل عنده اختيار قوي في الموضوع ده. لا مش فاهم. اي حد يا داليا هيقرب منك هيتعلق بيك قوي وهيلاقي نفسه حواليكي، بس حتى لو يعرف 100 ست قبل كده هينساهم كلهم وهتفضلي انتي بس. احنا كنا بنتكلم عن مراد صح؟ صح. صباح الخير يا سعد، ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله يا فندم. داليا فين؟ كانت في قسم التسويق دلوقتي يا فندم، كانت بتراجع بس العقود بتاعت الشركات الاجنبيه. طب خليها تجيلي لو سمحت. حاضر. سامح بليز افتح الماسنجر وي نيد تو توك. ودلوقتي خير يا بابا؟ خير خير. مالك مخضوض كده؟ ما ينفعش اطمن عليك ولا ايه؟ تحت امرك يا مراد باشا. انت عامل ايه؟ تمام الحمد لله. والبنوته كويسه؟ كويسه الحمد لله يا بابا. بص انا معروض عليا ان انا اكون وزير ومحتاج اتكلم معاك. وزير؟ وهتفرق معاك في ايه الحكايه دي؟ يا ابني انا محتاج اتكلم معاك استشيرك اعمل ايه؟ خصوصا ان انا لازم اتنازل للشركه لواحد فيكم. بصراحة يا بابا أنا مش فاضي وعندي شغل كتير هنا، مش هقدر أنزل قبل 6 شهور على الأقل. 6 شهور؟ أيوة 6 شهور، مش أقل من كده. لا مستحيل. طيب خلاص، لا أنت ولا أخوك فاضيين لي، بقى هعمل إيه؟ طب هتعمل إيه قول لي؟ مالكش دعوة باللي أنا هعمله بقى، وسيادتك لما تبقى فاضي يبقى كلمني. يلا سلام. أنت غريب يا ابني غريب. في إيه يا مراد؟ مالك متضايق ليه؟ ابني كبير بقول له حبة وزير، بيقول لي ودي هتفرق معاك في إيه؟ عشان خاطري ايه ده؟ ما ينفعش كده، اعصابك مشدوده. اناني جدا سامح ده يا داليا. انت عارفه ان انا اديته اكتر من 4 مليون دولار عشان يفتح شركه، وفعلا فتح شركه وبقى بزنس مان كبير، ودلوقتي لما احتاجه يقول لي اصل انا مش فاضي غير بعد 6 اشهر. طب هو الوزير شفيق مش قالك انه ما ينفعش تنزل لاولادك؟ عايز منهم ايه؟ ما لازم يبقوا موجودين يا داليا، يعني انا لما اموت ما دي هتبقى شركتهم برضو. بعد الشر عليك. وبعدين انا موجوده اهو، خد رايي انا. ولا انا ما ينفعش يعني عشان انا سكرتيره صغيره في شركه سعادتك؟ ما هي انا ما كنتش عارف اعمل ايه لو ما كنتيش موجوده معايا يا داليا. كنت برضو هتبقى وزير وقدها وقدود كمان. ايه رايك في مختار؟ مين مختار؟ يعني انت بتثق فيه وبتحبه، نزل له هو عن الشركه.
انا فكرت في مختار فعلا وفكرت في اختي ليلى كمان. لا 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 اهدي بقى اللي ما تنفعش. ليلى ايه ولا مختار كمان ينفع؟ مختار ده طائر مجنون يعني مش قد المسؤوليه. انا مربيه صدقيني. باين من هدومه. طب الحل؟ هي مساله ان الوقت ازف. عارفه لو حكمت ان انا ابيع الشركه دي انا هبيعها. انا عارفه ان الموضوع صعب قوي بالنسبه لك، بس برضو انك تبقى وزير دي اهم. بس كمان ما ينفعش تتنازل عن الشركه كده وتضيع منك. وانا شايفاك كده مشدود قوي اليومين دول، مش عارفه اعمل لك ايه ولا اساعدك ازاي. انا عرفت، هو فنجان قهوه كده يعدل مزاجك عشان تعرف تفكر كويس. فكره كويسه جدا. انت هتفضل قاطعني يا اخويا بره كده وانت قاعد تعدلي في الفلوس في ايه؟ بقول لك ايه يا نبي افتون، سيبيني خمسه كده اظبط حالي وبعد كده اكلم معاك. هسيبك خمسه يا اخويا بس هات ال 50,000 بتوعي. خد اتفضل. ايه ده؟ ده احنا محتاجين نجيب دولاب غير الدولاب ده علشان يكفي. اهو الفلوس دي بصراحه عايزه لها بنك، مش عايزه لها دولاب. بنك؟ بنك ده ايه؟ ما احنا طول عمرنا بنحط الفلوس هنا. خطر يعني. خطر يا ست، خطر على الفلوس وخطر علينا. خطر؟ يعني ايه يا اخويا خطر؟ يعني انا زمان لو كنت اعرف ان في شقه فيها الفلوس دي كلها كنت قتلت 100 واحد عشان اسرقها. لا اسم الله عليك يا اخويا. خايف من الحراميه يا راشد؟ اه طبعا، ما خافش ليه؟ طب خلاص افتح حساب باسمي وحطهم فيه. ده على السن هما 100 جنيه هتفتح بيهم حساب في البوسطه؟ ده الحكومه عشان متخبر بالفلوس دي هنروح في 60 ده. ثم ان انا ما سلمكيش ده يا فتون، الفلوس دي بالنص بيني وبينك صح؟ صح. وبعدين؟ بعدين ايه؟ في عربيتين جايين اخر الشهر، يعني الفلوس اللي انت شايفاها قدامك دي هتولد فلوس تانية، يعني احنا محتاجين نفتح حساب في البنك. ويا اخويا هتعملها بقى ببطاقتك المزوره؟ لا طبعا، لا ببطاقتي ولا حتى باسمي. لازم نشوف لها غرزه كده، ندور لنا على حد تقيل يظبطها. وانت يا اخويا تعرف الحد التقيل منين يا حسره؟ يا ست اللي يسال ما يتوهش. هات 10 كمان. ليه؟ هات من اللي عليكي. واكسى عليا. انا بشوف حاجه واكسى. ستر على دي وليه؟ يا ستر، ما نسيت اللي انا حسبته. أنا في أزمة كبيرة بسببك. عارفة أنا مقدرش أعد الستات اللي عرفتهم في حياتي، كانوا كتير أوي.
ليه بقى انتي بالذات تعملي فيها كده؟ ما حصلتش اني اقعد اشرب وافكر في واحدة موجودة مع راجل غيري. المشكلة ان مراد، عارف لو مش هو ولا كان يهمني كنت هعرف اخليك تسيبيه. انا عارف ان اقدر. ايوه انا مغرور جدا بس ما اقدرش اقف قدام مراد. ولا اقدر اقول اللي عرفته عنك لما بشوفه معاكي. الاقيه فرحان مبسوط عامل زي عيل لسه في الجامعه تخرجي من دماغي خالص وهبطل افكر فيك تماما. انتي بتاعت مراد بس خلاص. توقيع سعادتك هنا يا فندم. هنا؟ أي يا فندم. مبروك يا فندم. مبروك يا فندم. هروح أسجله في المكتب يا مراد بيه. على إذنكم. رسمياً؟ بعد ساعة واحدة من دلوقتي هتبقي صاحبة أكبر شركة مقاولات في الشرق الأوسط يا داليا هنا. هنا؟ لا ده على الورق بس. هو مختار فين يا عبد الحميد؟ أنا بحاول أكلمه طول النهار مش بيرد عليا يعني. مش عارف يا فندم حضرتك تؤمر بإيه؟ أنا عايزك تجيبه من تحت الأرض وتيجي أنت وهو 9 بالليل عندي في البيت. تحت أمرك يا فندم، بس أقول مختار إيه السبب؟ أما تيجوا هتعرفوا. أوامرك يا فندم، أستأذن حضرتك. اتفضل. النهارده بالليل انت هتبيع حرم مراد الجرحي، وبعد كام يوم هتبيع حرم الوزير مراد الجرحي. ايه رايك؟ انا طبعا فرحانه قوي مش مصدقه نفسي. اللي بتعمله ده جنان يا مراد. اللي بعمله ده اعقل حاجه عملتها في حياتي. مع الوزير. ازيك يا شفيق؟ لا انا كويس. لا مبسوط شويه. بقول لك ايه يا شفيق؟ انا كنت عايزك تعدي عليا في البيت الساعه 9 بالليل النهارده. النهارده. ايه؟ وفجأة اما تيجي بقى يا شفيق هتعرف. طيب. مع السلامة، مع السلامة. داليا، تيجي نروح نتغدى برا؟ هاتي المفاتيح معاك بليز.
Let's go.